بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تيدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. تنشكر الناس القدام وجداد، تنقول لهم مرحبا بكم وألف مرحبا. نخدم أنا مع الوصفات ديال الناس اللي محتاجين الوصفات، وتنحط شي حاجه اللي بغاوها الناس. انا تحت الامر ديالكم وبيكم انتما باش غنواصل، وبيكم انتما ان شاء الله باش نزيد القدام. كنتمنى منكم انكم تدعموا القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم واحد الوصفه زوينه وسهله، ماله كاع الناس عندهم في الدار، كاع الناس يقدروا يديروها، وزوينه تحيد الصداع والمشاكل وتجلب الرزق. الناس يشتكيوا بزاف من الصداع والمشاكل، والناس اللي عندهم المشاكل. واحد السيده هاد الوصفه تحت الطلب، واحد السيده قالت لك عندي المشاكل في الدار، وعندي التحد ما تسمع حد، والتحد ما تيتصنت لحد، والمشاكل. واغلبيه احنا ما كاينين بعد الناس اللي تيشتكيو من الصداع، وهاد السيده قالت لك تصله ما تنواضبوش عليها. ان شاء الله بحول الله وقوته اليوم غادي نحط واحد الوصفه رائعه، وتنديرها انا في البيت ديالي، وغادي نشاركها معكم اليوم لانها زوينه، وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم على الليتي غادي ناخذوا معلقه ديال العرعار، ومعلقه ديال الخزامه، ومعلقه ديال الملحه. غادي نعمرو بها اي بيضه كليتوها. غادي تحاولي تحيدي هذيك البيضه اللي كليتو، تحاولي تخبيها من الفوق. اي بيض خويتو باش تاكلوه حاولي تاخدي تخويه من الفوق، وتخلي ديما هاد الشقفه، وغادي ديريها مده 7 ايام على حسب الناس اللي عندهم المشاكل، والناس اللي عندهم صداع، والناس اللي عنده هذا. معلقه الخزامه، معلقه العرعار، ومعلقه الملحه. غادي نقراو عليها سوره الشرح نقراها 7 المرات، ونقول اللهم اشرح صدور وليداتي، اللهم اشرح صدور اولادي، اللهم اشرح صدر زوجي، اللهم اشرح صدري. وغادي ديريها فوق البوطه وتخليها ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي ديروا لها. تشعلوها فوق البوطه تتولي رماد، واللوحه في مكان عاشب ندير لها واحد الصاشيه، واللوحه تحت من شجره. نديرها 7 ايام، نديرها 7 ايام. الا درتيها في الفحم غتولي رماد، ما يحتاجش انك تلوحها. غادي نهزو قرعه المزهر، ماشي قرعه المورد، حتى الا كان المورد معليش خذوا قرعه المزهر. وغادي نقراو على سورس الشرح 7 المرات، وغادي ناخذوا ونضيفوا اليها معلقه ديال الملح. غادي نضيف لها قليل من الملح، معلقه صغيره او معلقه كبيره. غندير لها بحال هكا، هانتوما غندير لها هكا، شو غادي ندي. الناس اللي عندهم الصداع والمشاكل ما يبقاوش، غادي ندير سورة الشرح هي 7 المرات. غادي نرشها في الزوايا المكان اللي عندكم فيه الصداع والمشاكل. ديما رش ماء الزهر، ورش هذاك حتى الحويج والملابس والقناط ديال الدار، ورش بها المكان اللي فيه صداع، ونقرا سورة الشرح عليها 7 المرات. هذه العرعار والملحه والخزامه غنديرها هنا، وغادي نحطها فوق البوطه او فوق النار او فوق الفحم، ونخليها بعد ما قريت عليها سورس الشرح. الوقت اللي تتبدا ديروها فوق البوطه او فوق الفحم، غادي نقرا سورس الشرح في خاطري. انت قريت على المكونات سورة الشرح 7 المرات، وانا تنقرا اللهم اشرح صدور ابنائي، اللهم اشرح صدور اولادي، اللهم اشرح صدور اولادي. من بعد غادي نحطوها
ان شاء الله فوق النار، وغادي نخليوها ان شاء الله بحول الله وقوته نخليوها تتعطي واحد الريحه، سبحان الله العظيم تتعطي واحد الريحه رائعه. اذا احبابي في الله انا غادي نعطيكم صوره ديالها فوق البوطه باش نتوما ديروها وتشوفوا كيفاش درت ليها. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا، اللهم اشرح صدر ابنائي، اللهم اشرح صدور ابنائي. انتما تشوفوها تتحرق وهي انتما تقراو صور الشرح. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا، اللهم اشرح صدور ابنائي. المهم تبقاو تقراو على حسب النوايا ديالكم اشنو بغيتو. تتحرق ومن بعد ارميوها في هانتوما. هي تحرقات هاو شتوها تحرقات كاع داكشي، وغتطلق واحد الريحة زوينة في الدار. ان شاء الله ديروها وراه بخير وعلى خير. المهم ها هي بعد ما حرقناها فوق النار وجمعناها حيت فيها مقريه عليها صوره الشرح، وانا تنطلقها وتنقرا عليها اللهم اشرح صدور ابنائي، اللهم اشرح صدور اولادي، اللهم اشرح، اللهم بعد منا شر الشياطين الانس والجن. والمهم غنجمعها الى ما قدرتها فوق الفحم، راني فوق الفحم غادي غادي ان شاء الله فوق الفحم، راه غادي تمشي في الفحم غادي تذوب. اما الا كانت هكا غنحاول نجمعها ونلوحها شي تحت شجره، ولكن بعد ما ندير هكا غادي نطفيها بماء الزهر والملحه باش تطفي وهداك الصداع اللي عندكم في الدار. ندير لها بحال هكا نديرها ونطفي هذيك البيضه اللي شعله فيها العافيه، غادي نطفيها بماء الزهر وهذاك باش غادي تطفي هذاك الصداع اللي عندك في الدار وداك الصداع اللي تيكون عندك في الدار. ونطفي بحال هكا ونجمعها ونديها الى مكان عاشب. اما هاد القرعه وهاد هذاك اللي فيها الملحه نقرا على صوره الشرح فيما نشوف الصداع عندي او المشاكل عندي. نحاول انني نرش الزوايا المنزل ونرش باش ما يبقاش عندي صداع والمشاكل. ناخذ قنينه كبيره فيها اترو، اتروها ب10 دراهم او 15 درهم، ونقرا على صوره الشرح ونضيف لها عاشقة الملحه ونقرش بها الزوايا كل اسبوع حتى يبقاش عندي صداع في المنزل. اذا احبابي في الله غادي نجمع هذه، غادي نجمعها وغادي نلوحها في مكان عاشب، مكان عاشب ندير لها بابي او ندير لها شي حاجه ونجمعها ونلوحها ونقول رميت صداعي اللي عندي في الدار، رميت الصداع والمشاكل رميتهم تحت هاد الشجره، رميتهم تحت هاد الشجره. نقولها 7 المرات، رميت صداعي ومشاكلي ورميت همي وغمي تحت هاد الشجره، ورمي هادشي ونخلي ورجع. الا مشيت في واحد الطريق رجع من طريق اخر، الا مشيت من طريق رجع من طريق اخر، لانني انا مبقيتش بغيت الصداع وبغيت الصداع يذهب عليا. صافي نديرها 7 المرات ونمشي كل نهار، نهار لي سلكك المهم نخالف، نهار هي ونهار لا، نهار هي ونهار لا، تربي يجيب حيت الصداع والمشاكل. حيت هذه مجرباها انايا، والوقت اللي تيكون عندي الصداع ولا هذاك تنديرها. واليوم انا شاركتها معكم باش نتوما ديروها، لان جاوني بزاف التعليقات على حسب الناس المشاكل، وقال لك حتى الصلاه ما تيواظبوش عليها الصلاه. نطلق القران بزاف، نطلق سوره البقره بزاف، نطلق سوره ياسين بزاف، نطلق سوره الواقعه، ونطلق سوره الزلزله. سوره الزلزله تكون فيها راف التلفاز، فيها تقرا 40 مره سوره الزلزله لاذهاب النحوسات وذهاب الصداع وذهاب المشاكل، وطهر المكان من عمار الدار يكونوا مزيانين. سوره الزلزله متكرره في اليوتيوب، نديرها في التلفاز ونطلقها في المنزل. اذا احبابي في الله
درت لكم هذه الوصفه، بشاركها معكم لانكم عزازين عليا، وبغيت كاع التعليقات اللي تحطوا لي بغيتهم يكونوا ايجابيين، ونعاونكم نعاونكم على قد المستطاع وعلى حسب التجارب اللي مريت منها، وانا تنعاونكم وانتم عاونوني بلي لايك وعاونيني باشتراك باش نزيد القدام ان شاء الله، وباش نتالق وانتم راه معايا في القناه، الا تالقت انا انتم راه معايا، اذا تنحاول ندعم بعضياتنا بما يرضي الله. اذا الى وصفه اخرى ان شاء الله بحول الله وقوته.